الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة إنها كثيرة الذنوب في السر، ولكنها بعد الذنب تتوب ثم ترجع ثم تتوب ثم ترجع، وهي كثيرة الذكر، تقول فهل هذا الذنب ابتلاء؟ الحمد لله، واصلي في التوبة كلما وقعت في شيء من ذنوب الخلوات، فإياك أن تقفي على الرجوع، بل قفي على التوبة، فبما أن التوبة والرجوع يتعاقبان عليك فاحرصي بارك الله فيك أن يكون آخر أمرك مع هذه الذنوب والتوبة ليس هو الرجوع، فما دمت على ذلك كلما وقعت في شيء من ذنوب الخلوات أظلم قلبك وتحسرت نفسك وندمت على ما فعلت وتبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فلا شيء عليك إن شاء الله عز وجل، وأنت على الخير ما دمت على ذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أذنب رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب رجل ذنبا فقال اللهم أذنبت فاغفر لي، فقال الله أذنب عبدي فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ثانيا فقال اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله أذنب عبدي وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عنه قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ثالثا فقال اللهم أذنبت فاغفر لي، فقال الله كما قال في المرتين الأوليين، ولكن زاد في الثالثة قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء أو ما شاء، يعني بما أن هذا هو هجيراه وديدنه، كلما وقع في الذنب بادر بالتوبة فإنه لا شيء عليه، ولكن لا بد وأن تكون هذه التوبة توبة الصادقين لا توبة الكذابين، فإن من الناس من يتوب ظاهرا وقلبه مصر على فعل المعصية في وقت آخر، لكن إذا خالط الندم القلب مخالطة حقيقية وتاب العبد من أي ذنب سواء كان من ذنوب الجلوات أو ذنوب الخلوات فإن الله يتوب عليه، فعودته للذنب مرة أخرى تتطلب توبة ثانية، وأما توبته الأولى فهي على ما هي عليه. ولنعلم جميعا أن ذنوب الخلوات من أعظم ما تحبط به الحسنات، فالواجب الحذر منها، ولنعلم جميعا أن من أعظم ما يزجرنا عن ذنوب الخلوات استشعار مراقبة الله عز وجل لنا، وأننا لا نخفى على عينه تبارك وتعالى، فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فجاهدي واحتسب الأجر واعزمي إن شاء الله على أن لا ترجعي بعد الإقلاع عن هذا الذنب مرة أخرى، وإن أعظم من يعينك على ذلك إنما هو الله، فاطرحي عند عتبة بابه وابكي بين يديه واطلبيه واستعيذي به من العودة لهذا الذنب، واطلبي منه أن يعينك على ترك هذا الذنب بصدق وقلب حاضر ودمعة حاضرة، فالله عز وجل لا يخيب دعاء من رجاه، وهو مجيب الدعوات وكاشف ضر المضطرين، فابتهلي إلى الله عز وجل بالدعاء وأحيي ميزان المراقبة في قلبك، وسوف تتركينه عن قريب بإذن الله، والله أعلم.